السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. تجربة النهاردة جاي لكم فيديو جديد يا جماعة، حماسي عشان احنا قد كلامنا معاكم لما انتوا وصلتوا حلوة حماسي دي، صح؟ عجبتك صح؟ طلعت جدا. قولي كملي، معلش قطعنا. احنا كملي النهارده يا جماعه عشان تعرفوا ان احنا قد كلامنا معاكم لما وصلتوا الفيديو الثاني لعدد اللايكات اللي احنا قلنا عليها. النهارده جبنا لكم ايه؟ انا مستنيه اكبر كرتونه فاكهه غريبه طلبنا زي ما قلت لكم. طماطم دي ولا ما احنا هنكتشف بقى. جبت ايه؟ بصوا يا جماعه، انا حاسه ان الكرسي هياخدني وقت. طلبنا يا جماعه كميه فاكهه المره دي كبيره وانواع كتير مختلفه عن اللي جماعه كانت. قبل ما نكملوا كلام، اللي مش عامل لايك يعمل لايك، ومش عامل سبسكرايب فعلوا سر الجرس. زر الجرس. زر الجرس. كملي يا احلام. شكرا. اتفضل. بصوا يا جماعه، لما انتوا عجبكم الجزء الاول من التجربه دي وقلتوا ان المحتوى ده عجبكم ان احنا نجرب حاجات مختلفه عجبتكم، فاحنا قررنا نجيب لكم فاكهه انواع ثانيه غير اللي احنا جبناها. وكمان هنسيب لكم لينك البيدج اللي احنا اشترينا منها الفاكهه، لان في ناس كتير قوي عماله تبعت لنا في الانستجرام الفاكهه منين. انا اول اسك جاي لي في التيك توك، اول اسك في التيك توك طلبت الفاكهه منين. فعشان كده يا جماعه احنا هنسيب لكم اللينك بتاع المكان اللي احنا جبنا طلبنا منه الفاكهه دي، هم بيبعتوا لكم في اي مكان انتوا عايزينه. فهنسيب لكم اللينك في اول كومنت في صندوق الوصف. تمام، يلا يلا بينا نبتدي ان احنا نطلع حاجة. بصوا يا جماعة هنجيب ايه؟ نجيبها كده على جنب شوية. لا هنطلع الأكياس الأول. طب بصوا يا جماعة هنطلع الأكياس. يعني خلاص أول كيس بس، أول كيس بس كانوا طبعا بقول. زي المرة اللي فاتت. المرة نبقى حماسي كده. دي كمترة؟ كمترة. يلا قولوا لنا طلعي الاسم. بصوا يا جماعة هي كده. دي يا جماعة بابايا برازيلية. هوريكم صورتها برضو، احنا كده كده هنسيب لكم الصورة بس أنا أوريها لكم تاني عادي برضو. يعني ده أب من البرازيل يعني؟ ده بابايا زي مامتي. أهي. دي كمترة. تمام، هتبقى طبق مش كمترة. لا هتتقسم ازاي يا لبنى؟ ما تشوف لنا في الصورة. هتتقسم بالطول اكيد، فيها بذرة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لا خلاص شكلها من جوه ذكية قوي. دي مش مستوية ولا واو؟ حاجة شكلها حلوة سبحان الله، مبقاش طعمها حلو. ايه بس عشان الرينج لايت مش هتبين. ما هو الحلاوه حلاوه الروح. بصوا بصوا انا جايه لكم. ايه عشان الرينج لايت صورتها بتبقى على الشامبو بجد. شكلها حلو ومغري كده. شكلها حلو جدا. الزر بقى في الفلفل الاسود. طب انتوا هتاكلوا اللي في النص ده؟ لا اللي في النص ده اكيد بذر صح؟ الفلفل الاسود فعلا. يا جماعه اللي في النص ده بيتاكل ولا لا؟ قولوا لنا. ده يا بنتي لا، ده فلفل اسود. طب بصوا احنا مش هناكله، بس انتوا اكتبوا لنا برده في الكومنتات بكده ولا كده. انا عجبني جدا جدا. لا ثواني. هقطع خرطه كمان كده اهي. عجبني جدا يا جماعه ان انتوا تفاعلتوا معانا في الفيديو اللي فات وكتبتوا لنا في الكومنتات. انتوا عارفين ان البذره اللي احنا كنتوا انت واميره بذره سامه. فمش عايزين بقى ناكل بذره المره دي بدل ما تطلع فيه فاكهه فيها مشكله وناكلها. فانتوا اكتبوا لنا في الكومنتات برده عشان احنا استفدنا منكم زي ما انتوا استفدتوا، يعني بتستفيدوا مننا احنا كمان بنستفيد منكم. طبعا الناس اللي بيسالوا ليه الفاكهه دي لو هي طعمها وحش جربتوها ليه؟ هم فيهم فوائد. هي المتعه كده ان انت بتجربي حاجه جديده عليكي وبتبقي عرفتي طعمها، وكمان هي فيها فوائد حلوه. بسم الله. طعمها اناناس. هي ريحتها خيار برضو. ريحتها صابون بيبا كده. طعمها حلو على فكره. ما في حاجه غريبه. هي المحبين اللي كانت لب حلوه. طعمها حلو. لا لا بس انا مفكر بس في حاجه غريبه. تحس ان هي طعمها كده ولا انا بوهم نفسي عشان بس حلوه. حلوه يا قطمتها كانك بتقطمي خياره. كام من 10؟ 9 5 8 اللي بعده. لا هي حلوه طعمها. ده يا لبنى اللي طلعها اسمه ده مانجوستين. ده اسمه مانجوستين اللي هي مانجاستين. بصوا يا جماعه هي بتجي لكم كده بالمنظر ده. بصوا انا شفت لها ريفيو دي حلوه قوي 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 ومفيده لمرضى السرطان على فكره ومرضى القلب والضغط. انا متحمسه جدا ان انا اجربها لان بصوا يا جماعه بصوا شكلها من جوه كده. ثواني شكلها من جوه كده اهي اهي. فهي شكلها من جوه عامل زي الفصوص بتاعت البرتقال كده بجد. من بقول لك انا متحمسه جدا لان انا شفت فيديو. بصوا يا جماعه ده شكلها. اصبروا بقى عشان بتتفتح بطريقه معينه بجد. انت عارفه اتعلمت.
الله عليك يا برازيل وعلى اولادك. بعد ما نزلنا الفيديو بتاعنا جات لنا طلعت لنا جماعه زي ما قلت لكم الفواكه دي ليها فوائد كتير جدا يعني في ناس كتيره قوي بس قطعها صح لان هي ايه تقطعي كده تقطعي وبعد كده تقشري بقى لها 3 ساعات بتقطع فيها اللي هي المفروض ان احلام الوحيده اللي عارفه طريقه التقطيع بصوا يا جماعه هي بتتقطع كده هي بس انا خايفه ادخل على الفصوص فهي شديده شويه احنا ناكل الفصوص من جوه بصوا يا جماعه واخيرا انا وصلت للجزء اللي جوه بس المشكله ان انا مش عارفه اطلعها ازاي فهي ده استني ستوب هو انت المفروض كل ده ما عرفتيش تطلعيها ايه ايه لا يا بنتي دي عامله زي الدوم كده من بره خدي يا ربنا فص ده ده توم ده ولا ده بيتهرس ازاي انا اعمل كده اهو ايه ده هو كده خلاص يلا يا ميرا دي شوكه مين انا كنت باكل بصوا يا جماعه هو عامل زي فص التوم بالظبط بصوا بالظبط زي فص التوم يعني عارفين فص التوم العادي بتاعنا ريحه 0/10 ريحته اقول لكم ريحته ايه ريحته ورق العنب اثناء موسم التزاوج طعمه عامل زي الكيوي صح؟ انا نفسي اخليكم تشوفوا ان هو شكله زي فص التوم بالظبط بالظبط بصوا بالليل ليه ادوق بقى انا هو ريحته ايه ده ريحته عامله زي ما يكون حاجه معفنه حلو حلو تقييم 7/8 شكرا بس حلو طعمه حلو تجربه حلوه تبقى دي عشان كنت جايبها لكم عشان تجربوها قلت احنا نفتح 2 على اساس ان هي سهله بس طلعت صعبه اتخضيت والله يلا اللي بعد بصوا يا جماعه اللي بعده دي طماطم شيري بس بطعم مختلف وعلى فكره انا يعني مش كتير بشوف طماطم شيري بال شكلها كده شكلها كده والوان كده شكلها غريبه ما تفضيش بقى كل واحد من اه من بصوا شكلها ايه ده اول ما فتحت العلبه طعم ريحه الطماطم طلعت بجد اه والله الطماطم فعلا ريحه طماطم ايه ده بجد دي طماطم انا اخد شبه الكمثرى دي هما ايه خدي يا ربي ادوق ممكن تجربي اه تجربي واحده مختلفه تجربي صفرة دي ريحتها طماطم حقيقيه ماشي خدي واحده حمراء واحده صفراء ندوق انا برضو اخد واحده حمراء يلا بسم الله الرحمن الرحيم طماطم يعني عادي ايه الشغلانه دي ايه ده ممكن اشوف صفرة طماطم بس مش مستويه بصوا يا جماعه هي بكل الوانها نفس الطعم طماطم مش مستويه مختلفه هي بس اللي هي الطماطم اللي هي بتاعت السلطه تاني بتاعت المحشي لا لا طعمها مزازه الطماطم باينه فيها عن الطماطم العاديه الكبيره طماطم عاديه بالنسبه لي لا والله مزازه الطماطم باينه فيها عن الطماطم الكبيره كام 7/6 9/6 حبيتها احلى من الطماطم الكبيره عشان صغيره احط شويه في الشفشق الخلاط واضربهم يتضربوا بسرعه دي اللي حضرت في شفشق الخلاط بذمتك بصوا يا جماعه شفشق الخلاط اتكسف منها قوي 2 اللي بعده بصوا يا جماعه ده بلو بيري هو ده البلو بيري هو ده اول مره اشوفه هو ده البلو بيري يا جماعه انا قررت ان انا اطلع لهم بلو بيري عشان بس مزازه الطماطم دي تروح من بقنا اهي اهو بيبقى شكله كده مفيش حاجه طيب تاني زي ده سهل ده بيتهيأ طبعا ده مليان مضادات اكسده يا مالها حق ده لونه بنفسجي هو هيطلع لون ازرق في ايدي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم يلا ده زيتون لا من جوه مش ازرق من جوه اخضر يا جماعه سبحان الله زيتون طعم الزيتون عشان تعرفي ان انت كنت ظالمه صوص البلو بيري قبل كده عشان هو في نفس المزازه لا صوص البلو بيري ده حاجه وده حاجه ثانيه لا هو هو طب ممكن الصغيره طعمها غير حلو دي حلوه امال خدتها حلوه التقييم بسرعه التقييم 8 10 طعم حلو عجبني 7 اللي بعده يا جماعه انت انا حاسه ان انت اداني في وشي ما ايه اللي بعده يا جماعه دي يا شباب برتقال استفاندي مغربي جبنا لكم هات اسمها بجد دي مانجا جرانديلا دي يا جماعه فاكهه اسمها جرانديلا يا جماعه عامله ريحتها حلوه نشا وبيداس عليها عامله زي كوره البلاستيك كده اتكسرت بصوا انا وريني كده يا لبنى شكلها بتتفتح ازاي اوكي يعني هي بتتقشر ماشي اميره اللي عليها ده فيها جوز الهند دي ولا ايه ده ايه ده بصوا يا جماعه بعد ما قشرت اميره هاتي اوريها بقى ملمس القطن هادي شويه عشان
لو عنا عليك انت بتحطه فكرتي دي لك الكاميرا ثانيه يا جماعه انا اقشرها يلا على فكره هي ما بتتقشرش هي مقطوعه ده جواها حاجات بصوا بقى دي زي الفاكهه الثانيه اللي كنا جايبينها المره اللي فاتت صح طعمها مزيز ماشي هاتي بقى كده اميره بوظتها طبعا خالص خلصينا بيقولوا ان هي احلى فاكهه طعمها حلو صح رايحين ريحتها حلوه جدا واو عجبتني قوي بصوا تحسوا ان فيها طعم نعناع مع حاجه مسكره مع طعمها عصير مخيطو صح صح دي يا جماعه تقييم 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 100 من 10 قيمي من 10 10 من 10 طبعا يلا اميره 10 من 10 10 اللي بعده انا هقوم من جنبك اللي بعده انا بخاف اللي بعده يا جماعه ده اسمه ايه يا لبنى هشوف لك حالا بس بتواصل مع وسائل الانترنت بصوا يا جماعه شكله كده عامل زي الدوم عامل زي الدوم بالظبط ده زي اللي جبناه المره اللي فاتت بس ده طعم تاني ده فاكهه ده نفس الملمس بتاع التاني ما هو يا ريت زيه بس ده نفس الملمس اللي فات بس ده طعم تاني اول ما اقطعه تكون لبنى شافت لنا اسمه ده يا جماعه باشون فروت معلش يا جماعه امسكي يا لبنى لولي اتوجعت بس يلا يا اميره زي اللي فات دي شوكتي يا بنتي هو ايه ايه ده انت ما بتقوليش شوكه الشوكه بتاعتي اهي ما شوكتك هنا يا احلام طب ما اه جايه بعد كل ده اصلا ما كانتش بشوكه احلى من بتاعت المره اللي فاتت كمان دي يا جماعه تقريبا من دوله تانية صح اسمها ايه باشون فروت جامده انتوا بقى لما تروحوا تكلموهم انتوا اعرفوا منهم الفرق بصي جواها ايه بص الخطوط دي بصوا يا جماعه جوا سبحان الله سبحان الله بجد كام كام 10 10 10 يا جماعه احنا خدنا على الاستوائي والاستوائي خد علينا احنا خلاص بقى كده مش هنعيش هناك انا عن نفسي فتاه استوائيه اساسا اللي بعده اسمي اصلا الحقيقه ميرا استوائي اللي بعده فاكهه القشطه استنى اتاكد ان هي قشطه ولا مش قشطه فاكهه القشطه قشطه عليها فاكهه شفتوا ليه هي انثى استوائيه؟ متضيب متضيب وقشطه. ايه كنت بتقولي فاكهه؟ فاكهه. استوائيه اهي ولا مش استوائيه؟ انا هقول لكم حالا دي ايه يا شباب؟ قشطه شرمويه اسباني. حاسم بالنص يا جماعه. بالطول بالعرض مش مشكله براحتك. بصوا شكلها كده من جوه. هاتي اقربها له شكل التفاح. بس حطي ايدك من ورا عشان ننجل عيد. مش عارفه بقى البذور انتوا خوفتوني في البذور من ساعه ما قلتولي على البذور على البذره السما اللي كنا ممكن ناكلها في الفيديو اللي فات وبقيت خايفه عندي حماس اكبر مني هي ايه ما بتتقطعش ولا ايه ايه البذره ما بتتاكلش بيقولوا لنا من ورا الكاميرا طب خدوا يا جماعه تشوفوا لي فاكهه غير ايه 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 شيل الفاكهه شيل الفاكهه حلوه جامده عايزه حته انا جايه لكم من مجاعه ايه ده البذر اللي فيها شكل بذر البطيخ ولا حاجه شكلها بتاكل بالقشر ايه ده شكلها عامله زي المانجا طعمها عامل زي المانجا بس على احلى بجد تحفه تقييم 10 10 10 جامده طعمها عامل زي المانجا كده المزبده اللي هي فيها المانجا اللي طعمها حلو دي ونوع تاني معانا يا جماعه ده نفس النوع رامبوتان بس طعمه مختلف شويه بصوا يا جماعه ده نفس اللي احنا دقناه المره اللي فاتت الرامبوتان بتاع المره اللي فاتت نفس الشكل بس هو شكله ممكن يطلع طعمه احلى بقى ان شاء الله ان شاء الله طيب يا مرات العاده في النص وانا اطلع واقطع انتوا بتشجعين تشغلوني بقى حاسب صباعك صباع ايه يا بنتي خبطتيني خليتيني طلعت الرامبوتان هم قالوا لنا انت عارفه بتتقطع ازاي صح؟ فيها بذره خد معلش طلعت واو هي كده صح هي كده برافو عليكي ايه ده شفتوا اميره عملتها ازاي؟ ايه ده شاطره يا اميره انا ما بحبش اتكلم عن نفسي لا بس انا ماليش مكان منكم انا هسافر اسيا
شفتوا بتعرفوا ان انا اسيويه على فكره؟ هي دي اللي فيها البذره صح؟ انا اكلها ما بلاش انا اكلها عشان انا عايزه تسمم. طب ما تاكليها انت دي يا اميره، كليها خدي يا لبنى. يلا اللي بعد يلا، ما تفتحش كده، بطلي جهل الاستواء يبقى يسيطر عليك. اهي 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 خلاص، حته هتزليني بنت البذره. اه كرعها قوي، بتاع نفسك عقده. خدي هاتي يا اميره، لزقت في بقي. طب وانا اللي لزقتها؟ لا 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 الله. دي طعمها مانجا. مانجا مش عنب؟ لا طعمها عنب. انا طعمها في بقي مانجا. خد يا اميره حته طعمها عنب اللي هو البنات الكبير ده، بس على احلى شويه صح عشان ما نظلموش. حلو. تقييمي 7 4 7 اللي بعده اخر. يا لهوي اخر حاجه. اخر حاجه يا جماعه معلش، بس دي اخر حاجه شفتها. دول حاجتين في بعض. سوري. دي احنا جربناها قبل كده المره اللي فاتت، دي اللي هي الرز دي جربناها قبل كده. هنجرب بقى دي، بيتهيألي والله اعلم ان دي فاكهه الثعبان. اشوفها يا يعني ايه فاكهه الثعبان؟ يعني الثعبان بيتفكح عليها. وريني كده. دي ملهاش مكان وسطنا. ايه فاكهه الثعبان؟ انتوا اكتبوا لنا في الكومنتات هل انا مش عارفه دي مش معاها صوره، هل دي فاكهه الثعبان ولا لا؟ يلا بس احنا دي اللي احنا اكيد بتتقطع بالطول، الفواكه الاستوائيه بالطول عشان بيمشي فيها خط الاستواء بالعرض. ايوه ده علم. مزدوكه كبيره. علم علم. بص بقى مكتوب. اه عاملها كده بقى. قابلني حاجه اهو. قابلك حاجه يبقى تتخطي الحواجز. افوكادو. ده زي الافوكادو بس انا مش عارفه ولا يعني الافوكادو بتاعنا مش ملمسه كده. ملمسه اخضر. لا افوكادو ده. ملمسه بيبقى ناعم شويه عن كده يا جماعه. بس ده دي ليمونه، دي ليمونه بأصفر. طالع منه بروس كتير يعني فاهمين؟ استنوا يلا. ايه ده انا مستغربه قوي الافوكادو ما بيبقاش كده. يا ستي ما هو مستورد. ندوق ندوق. انا دوقت، انا خدت حته كده بايدي بايدك خالص عشان الصراحه مش يلا 1 2 3 ايه اتقتلت. هي بصوا طبعا الافوكادو والله العظيم عايز ارجع كل الحاجات اللي انا انواع مضادات الاكسده والحديد والكالسيوم والفيتامينات الحلوه جدا، بس انا مش عمري ما هاكله في السماء. بس بصلي كنت باجي باجي معايا. ورجعنا لكم يا جماعه مره ثانيه. تقييمنا مش حلوه خالص. اتفضلي يا اميره تقييمك. احلام صفر 3 بس كده. ونكون كده وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه. نتمنى ان تجربتنا تكون متكلله بالنجاح. هتركوا في الكلام. ايه قولي انت اكتر حاجه عجبتك في الحاجات دي؟ اكتر حاجه عجبتني؟ مش فاكره. اكتر حاجه من الاول انا هنيم. يلا انتوا عايزين تعرفوا. بص ايه اللي عجبني ارجع تاني للفيديو انتوا تلاقوا الحاجات اللي لا 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 انا كلهم عجبوني بس الافوكادو ما حبيتوش. لا بس في حاجه اول واحده دي اديناها تقييم وحش بقى. اكتر واحده عجبتني. اكتر واحده عجبتني القشطه. القشطه. انا بقى يا جماعه لو عايزين تعرفوا ايه اللي عجبني ارجعوا للفيديو عشان الناس ياسمين. انا مش فاكره اللي عجبني كان ايه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو التجربه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بكومنت وتعملوا لنا لايك. ووصلوا الفيديو ده ل 50,000 لايك المره دي عشان هنجيب لكم بقيه انواع الفاكهه لو ما لقيناش عندكم. لا هنجيب لكم حاجات غريبه عامه في الاكل. وصلوا الفيديو ده 50,000 لايك وهنعمل لكم حاجات ثانيه بنفس نفس المحتوى. التجربه اللي انتوا عايزين نجربها لكم ايا كانت ايه هي، ماكول مشروب اي حاجه. بس كده. باي باي.